يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تقرر في الكتاب والسنة مشروعية السؤال بالأعمال الصالحة، فهل الأفضل للمسلم إن نزلت به نازلة أن يصبر ويحتسب أم يسأل الله تعالى بأعماله الصالحة؟ كلاهما طيب، إن صبر واحتسب فذلك خير، وإن سأل الله وتوسل إليه بالأعمال الصالحة ليكشف ضره فلا بأس بذلك، كلاهما جائز والحمد لله. نعم.